وروى العجيلي في ذخيرة الآلة هذه الأبيات، أريدك تسمعها شوية، عن الإمام الشافعي يقول: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم، كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيفا، كما قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل، أفي فرق الهلاك آل محمد؟ صلوا عليهم بآخر صلاة. يعني يختلفون 72 فرقة وكلهم هالكون إلا فرقة واحدة. يسأل الشافعي يقول: يعني آل محمد تحتملون أنهم بالفرق الهالكة أو الناجية؟ أفي فرق الهلاك آل محمد أم الفرقة اللاتي نجت منهم؟ قل لي، فإن قلت في الناجين فالقول واحد ما في خلاف، وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم ما زال في ظلهم ظلي، فخل عليا لي إماما ونسله، وأنت من الباقين في سائر الحل. صلوا عليهم بألف صلاة.